بسم الله الرحمن الرحيم. هو ده يعتبر اول مؤتمر للشباب يعني، فاحنا نتمنى من الله انه يكون الـ 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 يعني ده بدايه بذره لانه يكون في دور للشباب المحامين. احنا يعني انا من نقابه القاهره الجديده مدينه نصر، وجينا المشوار ده كله علشان خاطر يبقى في دور للشباب، دور فعال من الشباب تعبر عن مش هقول مشاكلها، تعبر عن آرائها يعني، متطلبات الشباب. واعتقد ان دوت يعني حاجة تحمد عليها نقابة المحامين ونقيب المحامين الأستاذ سامح عاشور، ونتمنى من الله انه يستمر. انا زي ما قلت لحضرتك، هو في الفترة الأخيرة توجه من النقابة العامة ناحية الشباب المحامين، وده شيء يحمد عليه النقيب العام ونقابة المحامين. نتمنى ان هو الموضوع ده يستمر، ودي حاجه كويسه جدا لانه شباب المحامين بيمثلوا كتله جامده جدا من الشباب من المحامين، فلازم يكون في اهتمام بيهم. طبعا تواجدنا مع النقيب مباشر كده وبيوصلنا ان احنا نحاول نطرح المشاكل اللي بنواجهها في المحاكم في النيابات، تمام، وده بيساعدنا اكتر وبيوصل صوتنا لمشايخ المحامين، تمام، والنقيب بيساعدنا في حل مشاكل كتير جدا وهو بيحتوينا، تمام، بان هو يقف معانا ويساعدنا وتواجدنا عامه بدل ما نقدم طلب ويفضل عند النقيب فتره طويله، لا احنا دلوقتي ممكن نطلب الطلب منه على طول، ودايما النقيب بينبي طلبات المحامين كلها الشباب دلوقتي، وان شاء الله يعني نتمنى خير كتير جدا من النقيب ان شاء الله. شكرا. مؤتمر كويس، سياده النقيب جاي النهارده يشوف ايه مشاكل الشباب، متابع مشاكلهم واخبارهم، عامل دوره تثقيفيه تبع الكوره وكده، وان شاء الله يعني هتبتدي ان شاء الله من بكره، وبنشرب بسياده النقيب النهارده ان شاء الله. كلمنا عن مدى استفادة شباب المحامين من اللقاءات اللي بيعقدها معهم السيد النقيب العام. طبعا استفادة حلوة كويسة، ونتمنى من سيادة النقيب برضو زيادة التواصل مع الشباب. جات النقطة كويسة لسيادة النقيب بيعملها دايما باستمرار، وكان آخر مؤتمر قريب كان مؤتمر اسأل النقيب، دي كانت نقطة كويسة، حاجة كويسة، ونتمنى منه زيادة المؤتمرات ديت وزيادة قربه من الشباب أكتر كمان. والله أنا بشايف إن الخطوة بتنظيم مؤتمر الشباب والملتقى يكون بشباب المحامين، خاص بشباب المحامين جمهورية مصر العربية برئاسة النقيب سامح عاشور، هي خطوة في حد ذاتها كويسة جدا. إن النقيب يقول لك تعالى اقعد قدام مني في حوار مفتوح واسألني، ما تقولش لا، سواء كنت معارض أو كنت مؤيد لفكر النقيب أو لسياسة النقيب في النقابة، اسألني وقول لي قدام الناس وقدام كل الأعضاء اللي موجودين، أعضاء شباب الجمهورية وأعضاء الجمعية العمومية من أعضاء الشباب، اسأل النقيب قدام الناس دي كلها، قول حقك فين، وقول اللي انت شايفه صح في أخطاء في النقابة فين، واللي اشتغلت فيه النقابة صح الفترة اللي عدت، واللي كان غلط في النقابة الفترة اللي عدت، وانت عايز ايه الفترة اللي جاية بالنسبة للنقابة. ده علشان أقوله أنا على بساط كده قدام النقابة كلها، قدام أعضاء النقابة للشباب. هي المنتدى مختصر على الشباب فقط، أعضاء نقابة الشباب محامين جمهورية مصر العربية وشباب محامين جمهورية مصر العربية، فلما يبقى البساط مفتوح قدامنا فهتلاقي محدش، هتلاقي كل الأفكار وكل الرؤى مطروحة. فالوحش أنا هقول قدام النهاردة أنا كنت شايف سلبيات كده 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 كده، فالسلبيات ديت يمكن نتداركها الأيام اللي جاية، سواء كانت في معاش أو كانت في خطة علاجية أو كانت في بعض المشاكل اللي بتقابل المهنة والممتهنين بها أثناء العمل اليومي، سواء في النيابات أو في الأقسام أو في المحاكم. أنا شايف إن اللقاء دوت مثمر بإذن الله. بالنسبة لي أنا أول مرة أحضر مؤتمر للنقيب سامح عاشور، بس أنا شايف إن من بعد 2017 وبدأت التنقية وبدأت إجراءات رسمية في التنقية وإجراءات حازمة بالنسبة للعلاج ورفع مستوى العلاج ومستوى المعاش، أنا شايف إن النقابة كده ماشية خطوات سريعة للأحسن وللأمام. فلو هتكلم واقول ان النقابه جايه لقدام، لا، النقابه الايام اللي احنا فيها دي فيها خطوات ايجابيه لقدام، انا شفتها بنلتمسها على ارض الواقع، واتمنى ان هي تكون اكبر واكتر من اي وقت عدى نشوفها ملموسه قدامنا، سواء في معاملات في التعامل اليومي معانا في المحاكم او في نقابه المحامين قصاد اي حد
بيشتغل على أرض الواقع مع المحامي سواء قاضي أو ضابط أو عضو نقابة، المحامي صاحب شأن في أي مكان. فأنا بحيي النقيب سامح عاشور على مؤتمر الشباب وإن يقول للشاب اتكلم، لأن معلش الشاب ممكن بيتكلم ويقدر يقول اللي جواه، فلما يقول لي انا اتكلم ممكن اقول له السلبيه ست نقيب في سلبيه حاصله كده 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 كده، فالحاجه ديت انا بالنسبه لي هتكون حاجه كويسه جدا ان انا ابقى قدامه ويقول له السلبيات دي ويدونها حضرته في مطبطه الاجتماع، وبعد كده اكيد هتكون محل نظر ومحل تصرف. حتى وان كان بعض الاصوات اللي بتقول ان النقيب بيستغل الشباب، النقيب ما بيستغل الشباب، انا شايف ان النقيب بيقرب للفئه اللي هي بتحرك المجتمع ككل. نقابة المحامين عن غنية جدا بقاعدة كبيرة بالشباب، فلما يكون مثلا عدد الشباب اللي موجود في النقابة بيتجاهلوا النقيب، طب ما هو الشباب ما يتجاهلش، المفروض الشباب هو أداة المجتمع، فما ينفعش يكون في تجاهل للشباب. احنا وقود النقابة، احنا اللي بنحرك النقابة واحنا اللي بنشيل، واحنا اللي عايزين النقابة تبقى أحسن وأحسن 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 وأحسن، سواء كان ست النقيب سامح عاشور اللي موجود أو غيره. في النهاية احنا بيهمنا النقابة، لكن الاجتماعات والندوات اللي عقدها الأستاذ سامح عاشور خطوة إيجابية جدا ان هو يلتقي بالشباب في كل مكان وبيروح للشباب في كل مكان، انا شايفها في حد ذاتها خطوة كويسة جدا. شايف النقابة ككل بعيدا عن لقاءات الشباب في تقدم يعجبني انا كعضو جمعية عمومية لنقابة المحامين. والله احنا اولا بنحب نرحب بالساده المحامين الضيوف في ارض بورسعيد الباسله، وبنقول لهم ان هم منورينا، واحنا يعني كشباب المحامين في بورسعيد فرحانين جدا المؤتمر عندنا السنه دي، وبنحب نرحب بالنقيب العام اللي احنا يعني يعتبر فخر لينا ومثل اعلى، يعني من ساعه ما ايدنا في نقابه المحامين واحنا يعني بنحلم ان احنا نقابل النقيب، ودي فرصه كويسه ان هو على ارض بورسعيد اللي احنا نقدر نتكلم معاه ونعرض المشاكل اللي ممكن تكون بتواجه المهنه او يعني تواجه المحامين بشكل عام. كلمنا عن رأيك في اللقاءات الأخيرة اللي بيقعدها مع النقيب العام مع شباب المحامين. والله عموما اللقاءات اللي بتبقى مع الشباب بتبقى حاجة كويسة، لأن زي ما احنا عارفين السيد الرئيس يعني بيوصل الأيام الجاية خاصة بالشباب عموما سواء في المحامين أو في المجالات التانية، ما دي حاجة كويسة ان تحس ان الأب الروحي بتاع النقابة بتاعك بيهتم بيك، بيحب يسمع رأيك، حاسس بمشاكلك او بالمشاكل كلها لو مش واصله له، اكيد هو ما يعمل مؤتمرات ويسال الشباب وكده هتبقى فاهم، هيبقى الموضوع بسيط شويه اللي انت تقدر تعرض مشكلتك، ومش بقى شغل ورق او كلام من ده، لا بالعكس انت هتقابل وجه لوجه، لو عندك مشكله فعلا حقيقه تقدر تعرضها عليه تسمع منه حل، لو في حل اكيد هو هيحله لك، مش هيتاخر عنك يعني. بس ما دي يعني انا رايي في المؤتمرات الشبابيه انها فكره كويسه جدا، اللي هي فاهم يعني تقريب بين الشباب والقادة بتوع المهنة يعني. النهاردة أنا بحب أشكر السيد النقيب العام سامح عاشور على المبادرة الجميلة منه دي لتوعية شباب المحامين، خصوصا بعد التعديل الجديد لقانون المحاماة، فالنهاردة بصراحة سعداء جدا بالمؤتمر ده وحاجة كويسة من النقيب العام يعني. أولا بالنسبة لي أنا حاجة سعيدة جدا أن أنا ناس شباب المحامين على مستوى الجمهورية بتعرف عليهم وبيعرفوني ونقعد نتكلم مع بعضينا في ايه المشاكل اللي بتواجه شباب المحامين وكده، فان شاء الله يعني يا رب بس كده المؤتمرات دي تدوم على طول والنقيب وتوجيهات السيد النقيب العام سامح عاشور، وان شاء الله يعني تبقى حاجه كويسه منه يعني.